انتظرنا المؤتمر الصحفي الموعود يتبين معنا للأسف نفس المعزوفة السابقة، واللي هي محاولة تبرير الفشل. هنالك إصرار على ممانعة إقامة الهيئة الناظمة أو إنشاء الهيئة الناظمة، كمان الإصرار على الإبقاء على مجلس الإدارة اللي هو مبتور. صار في استباق لقرار كان يجب أن يتخذه مجلس وزراء اليوم فيما يتعلق بمحطات التغويز وبالإفساريو، اللي انقال اليوم من قبل وزير الطاقة السابق أنه هنالك إصرار على أن تبقى المحطات الثلاثة برغم كل المخالفات. سيمنز عم بيقول أنه عندها محطات توليد للطاقة تعمل على الغاز، والوقود البديل هو الديزل، وسيمنز عندها مروحة واسعة من محطات التوليد. مجدداً محاولات تبرير الفشل الذريع في إدارة هذا القطاع لن تمر ولن تنطلي.